بسم الله الرحمن الرحيم. في محاضرة اليوم سوف أتكلم عن قصة البؤس أو الشقاء لأنتون تشيكوف. هذه القصة كتبت من قبل أنتون تشيكوف. أنتون تشيكوف was a Russian physician, وهو طبيب روسي, playwright, كاتب مسرحي, an author who is considered to be among the greatest writers of short history, stories in history, وهو يعتبر من أعظم كتاب القصة القصيرة في التاريخ. Born January 29, 1860, Russia, and died July 15, 1904, Germany. ولد في عام 1860 في روسيا وتوفى في عام 1904 في ألمانيا. Books, short stories of Anton Chekhov, من كتبه هي قصص قصيرة لأنتون تشيكوف. The Lady with the Dog, السيدة والكلب. The Pet, الرهان. He was influenced by Leo Tolstoy, ولقد تأثر كثيرا بالكاتب الروسي الشهير ليو تولستوي الذي كتب الحرب والسلام, War and Peace, and دوستويفسكي والذي كتب الجريمة والعقاب, Crime and Punishment, كتاب كبار في الأدب الروسي. اليوم احنا هنركز على شخصية ايونا في القصة. ايونا the protagonist of the story, هو بطل القصة. Was an old cab driver, وهو سائق كبير في السن للسيارة. He was like a phantom in the society, وكان مثل الشبح في المجتمع. Because he was lonely, لأنه كان وحيدا. And longed for a companion, وكان يشتاق لصحبة أي أحد. To share his emotions, لكي يفضفض عن عواطفه وأحزانه وآلامه. He had recently lost his only son, لقد خسر وفقد حديثا ابنه الوحيد. And family member, وعضو من العائلة. Felt intense grief, شعر بالحزن الشديد. And sorrow, الحزن والألم الشديد. At his terrible loss, لخسارته الفظيعة. Turned his horse to share his sad story, لم يجد أي شخص لكي يشارك هذه الأحزان والعواطف, وهذا يدل على الوحدة الشديدة. فلم يجد ملجأ إلا حصانه لكي يفضفض له ويشاركه همومه وأحزانه. So, Iona, the protagonist of the story, was an old cab driver. He was like a phantom in the society because he was lonely and longed for a companion to share his emotions. He had recently lost his only son and family member, felt intense grief and sorrow at his terrible loss, turned his horse to share his sad story. Iona found no companion to share his sad story because his passengers were too busy with their own troubles to heed his desperate attempts at sharing. Iona لم يجد أي رفيق ليشاركه قصته الحزينة لأن المسافرين مشغولين جدا بمشاكلهم وهمومهم ليهتموا لسماع آلامه وأحزانه والمشاركة بها. His grief and melancholy surrounded him. ألمه وأحزانه وبؤسه وشقاؤه سيطر على أيونا. And he was always lost, ودائما مهموم بآلامه وأفكاره وذكرياته مع ابنه. Lost in the thoughts of his son, whom he missed terribly, والذي اشتاق له كثيرا. When his desperate attempts failed, when يعني عندما فشل في الحصول على أي شخص لكي يعني يشاركه أحزانه.
ايونا اوكي شو اوكي ايونا ذا بروتوكول اوف ذا ستوري واز ان اولد كاب درايفر هي فاوند نو كومبانيون تو شير هيز ساد ستوري بيكوز هيز باسنجرز وير تو busy with their own troubles to heed his desperate attempts at sharing his grief husn and melancholy surrounded him and he was almost lost in the thoughts of his son whom he best terribly. Iona has faced one of the most difficult events a parent can face. Iona لقد قام بمواجهة من أصعب اللحظات الذي يمكن أن يواجهها الأب هو فقدان ابنه وخاصة ابنه الوحيد. واحنا بنتذكر قصة لبرناندو الحرب واللي احنا خدناها في قصة قصيرة او ذات اللي ضبطوا معي كمان مقدمة في الادب عندما ذهب الاب والام لوداع ابنهم الوحيد الذي سوف يذهب الى الجبهة في الحرب العالمية الاولى وتكلمنا عن معاناة الام ونحيبها وبكائها. His only son has died from a fever after short illness. ابنه الوحيد لقد توفى من الحمى بعد المرض قصير. He has been dead about a week. توفى من قبل أسبوع. I was overwhelming grief. وهذا الألم الكبير المسيطر على أيونا يحتاج إلى مخرج ويحتاج إلى مشاركة مع الآخرين. أيونا بوتابوف has faced one of the most difficult events a parent can face. His only son has died from a fever after a short illness. He has been dead about a week. إنه توفى قبل أسبوع. Iona's overwhelming grief needs an outlet. وهذا الحزن والألم الذي سيطر على أيونا يحتاج إلى مشاركة، يحتاج إلى فضفضة. نقطة أخرى، ما هي طبيعة شخصية ايونا؟ ايونا dynamic and round character. وعندما نتكلم عن dynamic and round character يعني أن كل الأحداث تدور حول الشخصية الأساسية. So ايونا is dynamic and round character because whole actions revolves around him as the main protagonist of the story, كالشخصية الأساسية في القصة. The whole events are centered around ايونا. كل الأحداث تدور حول ايونا. His son lost وخسارته لابنه. Suffering ومعاناته وألمه. Since he is unable to find someone to share with him his deep grief after the loss of his son. وخاصة عندما لم يجد أي شخص ليشاركه آلامه وأحزانه بعد خسارة ابنه. فإذا ايونا is a dynamic round character. لماذا؟ لأن كل الأحداث تدور حول الشخصية الأساسية وهو الشخصية الرئيسية في القصة. معظم الأحداث تتمحور حوله، حول معاناته، حول ألمه، أحزانه، خسارة ابنه. The whole events are centered around Iona. His loss, son loss, his son loss, or loss of his son. And his loss, خسارته لابنه. I'm suffering since he is unable to find someone to share with him his deep grief after the loss of his son. We find Iona a modern character. وأيونا شخصية حديثة. Where the whole focus, التركيز كله على تجربته المؤلمة. Was on his painful experience and the impression والأحاسيس والمشاعر التي يتم إيصالها إلينا conveyed to us rather than his physical description وليس وصفه الجسماني وطبعا مظهره و
شكله الاهتمام في الرواية الحديثة يكون على التطور النفسي وعلى الداخلي وليس الخارجي، وهذه من مزايا القصة القصيرة الحديثة والرواية الحديثة. The focus is psychologically internal، وأن التركيز نفسيا داخليا rather than physically external، لأن الرواية والقصة القصيرة الحديثة تختلف عن قصة القرن الثامن عشر والتاسع عشر، حيث كان التركيز على الشخصيات الخارجية، شكلها، عيونها، ملابسها، أجسادها، ولكن هنا نركز على التجربة. ليس هناك كلام كثير عن الشخصية أو اسمه وإلى آخره، ولكن التركيز على التجربة والأحساس، لأن أيونا ممكن يكون أنت، ممكن يكون أنا، ممكن يكون شخص، فالتجربة هي عامة ومشتركة بغض النظر عن اللون والاسم والمكان، وهذا هو هدف الأدب الحديث، مشاركة التجربة مع الكل، عابرة للحدود وعابرة للغات وعابرة للأديان. الأب أب في كل مكان، الألم ألم في كل مكان، الحزن حزن في كل مكان. فقدان الابن غالي جدا، سواء في غزة، سواء في روسيا، سواء في مصر، سواء في أمريكا. فإذا هنا هي كانت الهدف من وراء القصة الإنسانية، وأننا نحن بشر نتشارك بالإنسانية. So we find Iona a modern character where the whole focus is on his painful experience and the impression and the impressions conveyed والأحاسيس والمشاعر والانطباعات التي تم إيصالها إلينا than his physical description. And looks the focus is psychologically internal rather than physically external. In regard to static character, أما بالنسبة للشخصية الثابتة, we find the horse and the passengers are static characters. Where are static? Are static characters هي شخصيات ثابتة. لماذا ثابتة؟ لأنها تلعب أدوار محددة في القصة. يعني هو دوره passenger مسافر، دوره هنا كهورس فقط. But they play a small role in the story, but crucial. ولكن مهم جدا to understanding the whole events of the story. بالرغم من أدوارهم القصيرة، ولكن يلعبون دورا هاما في فهم القصة بشكل عام. إذن هيك بنكون إحنا فرقنا بين الديناميك كاركتر وبين الستاتيك كاركتر. مهم جدا ترجع لمحاضرتي في elements of fiction، واللي إحنا بنتكلم عن الكاركتريزيشن، بنتكلم عن الفرق بين round dynamic characters وبين الستاتيك كاركترز. فإن شاء الله هيك بتكون أنا تكلمت عن أيونا، شخصيته، وعن قصة ميزري لأنتون شيكوف. إذا عجبتكم هذه المحاضرة تفوش اللايك والاشتراك عشان الفائدة تصل إلى الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً مهم كمان قبل ما أمشي بأنه عشان نفهم هذه القصة، مهم جداً أنه إحنا نحضر محاضرة الرواية الحديثة، نحضر محاضرة Elements of Fiction، ونحضر محاضرة Alienation وهي الاختراق، نحضر محاضرة المودرنزم، لأنها كلها بتصب في هذا المجال كباك جراوند لفهم أي قصة حديثة ورواية حديثة. إذا فهمنا عناصر إحنا الرواية الحديثة أو القصة القصيرة الحديثة، سهل جدا إن نفهم هذه القصة.